السلام عليكم ورحمة الله. سنتحدث اليوم عن النعناع وعن فوائده للطيور وعن طرق تقديمه لها. فوائده أنه ملين للمعدة والأمعاء ويمنع التشنجات ومقوي لعمل الكبد والبنكرياس ومسكن للسعال ومنشط للقلب والدورة الدموية ويعالج الزكام والرشح الحاد ويقضي على مسبب إنتاج الدود في المعدة ويساعد على هضم الطعام بشكل جيد. طرق تقديمه: الطريقة الأولى أنه يتم غسله جيدا من الأوساخ العالقة، يتم غلي الماء طبعا دون ما نغلي النعناع معه، ثم نضع النعناع في الماء ونتركه حتى يبرد ونقدمه للطيور في المشربية بدل الماء لمدة 24 ساعة، وذلك بعد تعطيش الطيور لمدة 3 ساعات. الطريقة الثانية أنه يتم غسله جيدا من الأوساخ العالقة ثم نقدمه للطيور كما هو في المأكلية. أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو. سأترككم مع طيوري وهي تأكل النعناع. أتمنى لكم فرجة ممتعة. لا تنسوا الاشتراك ووضع لايك للفيديو.